دراما وفيها كوميدي وفيها رومانس وفيها اكشن وفيها كل حاجه. الكاركتر مختلفه قوي عليا، اول مره اطلع رئيس عصابه. فيا رب ان احنا نقدر ان احنا نبسط اكبر كم من الناس بالفيلم بتاعنا، ويا رب انه الناس تبسط في الفيلم زي ما احنا اتبسطنا واحنا بنعمله. جدا المشهد الاخير ده كان صعب جدا، يعني في ما بين المجهود الجسدي اللي كان محطوط في ان احنا نعمل فيلم زي ده بالاعادات، ان انت لازم تظبط كل حاجه بيرفكت عشان يبقى شكلك حقيقي انك بتعملها، ده غير ان انت واقف اصلا قدام كروما في مشاهد الاكشن بتاعت الاخيره دي، فانت طبعا متخيل كل حاجه بتقع عليك وتراب وميه وناس بتقع وناس بتموت يعني. لا والله والله كتر خيرك. انا بصراحه يعني طبعا احنا ما نطناش من الطياره، هو في ناس سبيشالست هم اللي نطوا من الطياره وبعدين هم رفعونا في مستوى معين ووقعونا الباقي. طب اكلمينا عن الكواليس ده بعيد. ايه ده بعيره؟ ده مش عارفه هو ايه، ممثله غلط. محمد صديق عزيز جدا من ايام ما احنا كنا في الجامعه، بحبه جدا بحترمه جدا كممثل، ما بيوقفش لحد ما بياخد بالظبط اللي هو عايزه وان هو يبقى بيرفكت، وانا كده، فاحنا لقينا بعض قوي في الحته دي. لا لا الجونه دي هوايه بالنسبه لي، مش حاجه ممكن ارجع لها. مره كان في حد عندنا في البيت سرق مني حاجات غاليه قوي. اكيد حصل كده، حاجات من ورا اهلي عملنا كده. لا عمري ما خدت حاجه من ورا اهلي، لا والله ما حصل. لا الكفته دي معموله في البيت، ما انا ممكن اكل كفته مع بيتي. فيلم توأم روحي ان شاء الله باذن الله هينزل في شهر 2، وانا داخله فيلم جديد ان شاء الله اخراج استاذ امير رمسيس ومعايا استاذه الهام شاهين، اسمه حظر تجوال. ان شاء الله احنا لسه مش عارفين هو هينزل امتى، احنا لسه هنبدا تصوير ان شاء الله الاسبوع الجاي. خلاص يا جماعه انتوا خلاص رمضان، ولكن لسه ما اعلناش عنها، ان شاء الله في خلال الاسبوع او الاسبوعين الجايين هنقدر ان احنا نقول احنا بنعمل ايه في رمضان.